نرجع لموضوع الكذب والاطفال، فسن 7 سنوات دي اخر مرحله اسامح فيها عن الكذب وما اقولوش انك انت بتكذب وما واجهوش بالكذب. زي ما كنا بنتكلم قبل كده ان انا ما ينفعش ازنقه في الكورنر، ساعتها هو هيضطر يدافع عن نفسه. من اول الحيل الدفاعيه اللي بيتعلمها الانسان هي حيله الكذب، ان هو ده المفر اللي هو بيخليني ما اتعاقبش لما اعمل خطا ما. فبالتالي طالما انا ما اعترفتش بالخطا ده خلاص، مش بس كده، ده هم كمان بيعلموا حته التحايل، ان هو روح اغسل اسنانك، فهيعمل انه هيغسل اسنانه، هيضطر ان هو هيجيب الفرشه ويحطها تحت الحنفيه ويحط شويه معجون في الحوض. اه انا غسلت حتى، روح شوف. وهو ما عملش كده، لا لا، ما بيكلفوش خاطرهم يقوموا اصلا يا دكتور، ولا يعملوا كل المجهود ده. هيقول غسلت من شويه بالظبط كده. الفكره في الجزئيه دي بقى تيجي بقى المنهج الجديد بقى، ما عجبناش التربيه الايجابيه، في منهج، وده منهج بقى عربي اسمه التربيه بالحب والتربيه بالقدوه. ابنك لو حبك بجد وشافك انت القدوه بتاعته والسوبر هيرو بتاعه، هيعمل الخطوات اللي انت بتعملها. صحيح. وده اللي بنسميه الكذب المتعلم. لما انت بيشوفك انك انت مثلا كان عندنا ضيوف، فانت بعد ما الضيوف مشوا، يا ده كان دمهم تقيل، يا ده مش عارف ايه، فهو انتوا ازاي كنتوا مرحبين بيهم من شويه، وليه لما مشوا قلتوا عليهم كلام سلبي؟ فيبدا هنا يقول ان في نفاق او في كذب، فهو بيمارسه من غير ما ياخد باله. ودايما بنقول التربيه بالحب، ابنك لو حبك لازم تكون انت القدوه الكويسه والنسخه الكويسه اللي هيقلده. ابنك بيمشي على نفس خطواتك. صحيح، المرايه بتاعتك.